11 سنة يا إبراهيم الكفوري، طوني ما شفته. 11 سنة محروم من خيي، شو عملتوا فيه؟ ليش بده يختفي ملف بالنيابة العامة بطرابلس؟ من شو خيفانين؟ أنا ما عندي من الليل ولا النهار، ابني ما بيروح من فكري. لولا مش خيفانين ولولا مش صاير شي على متن هالباخرة، ما كان اختفى الملف، كان الملف والقضية مشيت بالقضاء مثل ما لازم تمشي. وكنت رحتوا على التحقيق كلكم سوا، بس صاير شي كتير خطير على متن هالباخرة، ودخلتوا سياستكم كلها سوا ومنعتوا القضية تمشي. وأنا التجأت للتفتيش القضائي تياخد لي حقي، اشتروا العنب من مصرياتكم تتخفوا حقيقة وتتتركوا عائلة عم تتعذب 11 سنة ما في عندكم ولاد. 11 سنة ما شفته لطوني، هي مش حرقة بقلبي؟ 11 سنة عم نتعذب بدنا خينا، 11 سنة عم نطالبكم بالحقيقة، حقنا نعرف وينو خيي. ابني ما بيروح من فكري. بدي خيي يا قبطان، أنت المسؤول. أنت مسؤوليتك كل موظف موجود على متن الباخرة. ابني ما بيروح من فكري. بدي طوني وبدي أعرف الحقيقة، هيدا حقي أعرف.